لمزيد من المتابعة والتعليق حول هذه الانتخابات في ليتوانيا انضموا إلي من موسكو الدكتور عاصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات. دكتور عاصف أهلا بك في هذه الحلقة من العالم ينتخب، سنتحدث عن العلاقة بين ليتوانيا وروسيا وأهمية هذه الانتخابات وكيف تنظر روسيا إلى الانتخابات في ليتوانيا. كما تعلم هي ليتوانيا هي دولة من دول البلطيق وبالتالي هي الحدود مع روسيا، لكن دعني في البداية أبدأ معك بأهمية هذه الانتخابات بالنسبة لليتوانيا. هي جمهورية برلمانية، هل ينظر إلى منصب الرئيس على أنه منصب شرفي؟ نعم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. سيدي، نعم، النظام في أوكرانيا هو عفوا في ليتوانيا هو نظام رئاسي برلماني. طب فيما يتعلق بهذه الانتخابات تحديدا، طبعا هذه الانتخابات يبدو وكأنها مفصلة بشكل جيد على مقاس أولئك الذين يعني وضعوا أنفسهم في مواجهة مع روسيا، صح التسمية، لأن هناك كان عندنا مرشح اسمه فالداس توتوكوس، وهذا المرشح هو كان جنرال وقائد القوات الليتوانية سابقا وقد رفض ترشيحه، وهذا المرشح هو متهم بأنه موالي لروسيا. أما باقي المرشحين للرئاسة الثمانية أسماءهم عندي أمامي جميعهم: الرئيس الحالي جيتاناس نواسيدا، رئيس الوزراء إنغريدا شومونيتي، والإغناس فيجيلي وهو محامي، إدوارداس فايتيكوس وهو طبيب، داينيوس جليماس محامي، ريميجيوس جايميتايتيس أيضا هو مرشح عن ما يسمى حزب جديد اسمه الفجر فوق نيمان هو شهر يمر بين ليتوانيا وبيلاروسيا، والمرشح السابع أندريوس مازورينس عن حزب العمل، جيدريماس إيجلينسكاس مرشح عن الاتحاد الديمقراطي. جميع هؤلاء المرشحون بالمناسبة رفعوا شعارات متشابهة تقريبا، وهي الأوكرانيون إخوتنا، ليتوانيا إلى جانب أوكرانيا دائما، مصالح ليتوانيا من مصالح أوكرانيا، ليتوانيا ستقدم هذا العام لأوكرانيا 3000 درون، ويعني والشعارات التي تنحو نحو العداء لروسيا بشكل عام. وبالتالي ما هي فرص الرئيس الحالي نوسيدا في الفوز، في تمديد فوزه بهذه الرئاسة وبالتالي يرأس ليتوانيا لفترة قادمة؟ لاحظ معي، عندي استطلاعات للرأي، واحد أجري إن صح التسمية في أوروبا والآخر في أوروبا الشرقية. الاستطلاع الأول يعطي نواسيدا 40% من الأصوات، ويعطي فيجيلي وهو يعني محامي يعطيه 30%، أما رئيس الوزراء شيمونيتي فيعطيها 9%، وعندنا المرشح ريميجيوس المرشح الجديد 5%. استطلاع الآخر أجرته إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يعطي نواسيدا 40% أيضا، وفيجيلي 11% وشيمونيتي 9%، وباقي الذين يعني صوتوا على هذا الاستطلاع إما لا يعرفون أو لن يشاركوا في هذه الانتخابات. لذلك الأكثر حظا هو يعني يرشح نفسه لدورة ثانية، فهو الحقيقة الرئيس الحالي نواسيدا، وهو مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي الليتواني في ليتوانيا، لذلك أعتقد أنه هو الأكثر حظا في هذه الانتخابات. طيب، والخلافات فيما يبدو من حديثك أن الخلافات بين بقية المرشحين هي خلافات بسيطة، لا سيما أو يمكن الرجوع ربما إلى الأيديولوجيات السياسية لكل منهما، اليمين أو يمين الوسط أو اليسار أو ما إلى ذلك، ليس كذلك؟ سيدي لاحظ معي، لو وزرنا إلى كل الأحزاب تقريبا، يعني أنا أمامي قائمة الأحزاب الموجودة في السيم في البرلمان الليتواني، تقريبا هي متقاربة في الإيديولوجيا، معظمها أحزاب شعبوية يعني تقريبا. يعني عندنا الحزب الاجتماعي الديمقراطي الليتواني، هذا الحزب الوحيد هو اجتماعي ديمقراطي، عدد مقاعده في البرلمان من 38 مقعد. أما الحزب الثاني وهو الحزب الاتحاد الوطن 33 مقعد، وهو حزب محافظ مسيحي ديمقراطي وطني، وباقي الأحزاب حقيقة الحزب العمل 29 مقعد شعبوي، حزب النظام والعدالة 11 مقعد شعبوي أيضا، حركة الليبراليين في جمهورية ليتوانيا أيضا 10 مقاعد أيضا حزب شعبوي، وهناك كتلة تمثل الأقلية البولندية في ليتوانيا 8 مقاعد أيضا يعني هي تقريبا حزب يميني، وطريق الرجولة أيضا هو حزب شعبوي 7 مقاعد، وهناك حزب ما يسمى حزب الذي يمثل الفلاحين والحركة الخضر له مقعد واحد فقط. يعني معظم هذه الأحزاب أحزاب شعبوية إن صح التسمية. يعني هنا يجب أن نفهم نقطة ما زالت على ما يبدو في أوروبا الشرقية الوسطى وجمهورية البلطيق تحديدا، تسيطر عليهم حالة من الخوف إن صح التسمية من روسيا. هذه المنطقة عموما يعني أوروبا الشرقية الوسطى يعني كانت تعيش تاريخيا دوما في صراع بين حضارات الشرق والغرب، لذلك ما زالت تسيطر عليهم هذه النزعة. لذلك نلاحظ
أن معظم الشعارات المرفوعة في هذه الانتخابات تحديدا أننا سنقوم بإنتاج ملايين الدرونات بحدود عام 2027، سنرفع ميزان الدفاع إلى قيم كبيرة جدا، وهناك نوع من التخويف للناخب الليتواني من حرب قادمة مع روسيا. مدى دقة هذه التخوفات؟ أنت متواجد في روسيا وبالتالي تتابع فيما يبدو، أو بالتأكيد يعني تتابع السياسة الروسية، كيف تنظر روسيا إلى دول البلطيق تحديدا إلى ليتوانيا بالنظر إلى هذه التخوفات التي تعاني منها دول البلطيق التي ذكرت واحدة منها وهي ليتوانيا، أن هناك تخوفات كبيرة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا وإمكانية أن تشن روسيا عليها حرب أخرى؟ سيدي لاحظ معي، إذا لم تقم هذه الجمهوريات بأي أفعال يهدد أمن روسيا فلن تقترب منها روسيا. يعني نحن عندنا الكثير من الأصدقاء الذين يملكون بيوت في جمهوريات البلطيق تحديدا، ويقولون لنا ونتحدث معهم دائما، يقولون العلاقة بين الناس طبيعية، ولكن المشكلة أن ما يتم صياغة الرأي العام والمزاج العام بناء على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام بالتأكيد كما تعلم يعني تسيطر عليها جهات محددة، وقد تقوم بتوجيه وسائل الإعلام هذه يعني لتكوين رأي عام محدد أو مزاج محدد معادي لروسيا. الناس على العام الآن في أوروبا المسيطرة بأن روسيا هي ذلك البعبع وهي ذلك الوحش الذي سينقض على أوروبا كلها. للأسف الشديد هذه الصورة العامة، هذه الصورة يبدو أن تغذيتها سهل للغاية. ما السبب؟ هناك حقيقة يعني يبدو أن هناك عوامل تاريخية معينة تلعب دور. يعني نحن دائما الدراسات التاريخية تؤكد على أن الأقوام البلطيقية لا تختلف على الأقوام السلافية، وهم كانوا في فترة من التاريخ قوما واحدا يعني، ولكنهم انفصلوا في حقبة معينة من التاريخ إلى سلافيين وبلطيقيين. وعوامل أخرى، الاتحاد السوفيتي أيضا له آثاره الكبيرة التي حكم يعني بقبضة حديدية هذه المنطقة كلها، وما زالت هذه المخاوف موجودة حتى الآن في نفوس الناس. شكرا جزيلا دكتور آصف ملحم، مدير مركز GSM للأبحاث والدراسات، كنت معي من موسكو، شكرا جزيلا لك. ولكم الشكر.